السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى موعدنا الصباحي المتجدد من ساعة صباح وفي لقائنا لهذا اليوم. من المسؤول عن ترسيخ صورة محددة للجمال في أذهان بناتنا وتمردهن على ملامحهن؟ وهل الجمال مقياس أم إدراك؟ هل قالت لكم ابنتكم في يوم من الأيام إنها تتمنى لو كانت شقراء بديلاً عن بشرتها الخمرية أو سمراء مثلاً؟ كيف تفاعلتم مع أمنياتها هذه؟ وهل ساعدتم أنتم على تكوين صورة محددة للجمال في ذهنها؟ إذن في انتظار المشاركات، وذلك من خلال التعليق عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، فضلاً عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام، فشاركوا. صور نمطية وقوالب جاهزة للجمال ترسمها الدراما وحوارات الأهل وصيحات الموضة، حتى ألعاب الأطفال تكرس في أذهان الصغيرات صورة وحيدة للجمال، بطلها الشعر الأصفر والعيون الملونة والبشرة البيضاء والقوام الممشوق، فتكون النتيجة هي رفض بناتنا لأنفسهن وتمني لو أصبحن شبيهات بموديلات الجمال ودماهن البلاستيكية أو حتى بعض زميلاتهن من ذوات الوصف المتقدم. فكيف نقدم صورة أشمل وأوسع على الجمال في تصورات بناتنا؟ وكيف نساعدهن على تقبل ملامحهن وتفهم أن الجمال إدراك وليس مقياس؟ كل ذلك وأكثر سيكون موضوعا لحلقة اليوم من ساعة صباح، ولكن دعونا نتعرف أولا كيف ترى الصغيرات مقاييس الجمال. مقاييس الجمال إنها تكون للبنت إنها تكون ملامحها ناعمة، بغض النظر بيضة أو سمراء، الملامح هي اللي بتدي للوجه، إنه تكون طويلة، مش حابة الواحد يكون قصير. أنا كنت حابة أطلع لأمي، لماما، تكون هي القدوة تاعت الواحد بالحياة، هي القدوة. الشعر الحلو بالنسبة لي يكون ناعم شوية، من تحت يكون ملولو، مكيل من تحت، يكون بين الأشقر والبني، مش غامق كتير يعني. جميلة، محترمة، تحترم الآخرين دائما، مؤدبة، شكلها دائما بيضة وشعرها طويل ونظيفة. مواصفات أحلى شعر يكون طويل الشعر ولونه أشقر. أنا بالنسبة لي بصراحة البنت الحلوة هي البنت المؤمنة والنظيفة واللي إلها أخلاق حسنة وبس، ما تكونش نهائيا زي الممثلات اللي شعر حلو وعينها ملونة وأشياء هاي، لا تكون هيك إنسانة طبيعية، تكون هيك أخلاق حسنة. مواصفات البنت الحلوة تكون جميلة، مرتبة، مؤدبة، ودايماً تتأخرش عن دوام المدرسة. أتمنى أطلع لماما وبابا التنين، لأنه ماما حلو وبابا حلو. أحلى شعر إلي الكريه ولونه أشقر، لأنه حلو وبكونش بشوبش الشعر. لأنه المشكلة يا أستاذ مش إنه في الجمال، المشكلة في الشطارة، إذا أنت بادرت في عملك وعلمك. أنا عندي مش شرط هذا الجمال، مش شرط من العلم، صح؟ العلم إنك تبادر تدرس. وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الخبيرة الاجتماعية الدكتورة رفيدة الحبش، وكذلك نرحب أيضا بالطالبة ندى منصور، أهلا بكما. وننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، وكذلك عبر موقع الجزيرة مباشر. كذلك تنضم إلينا من عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الخبيرة التربوية الدكتورة سهى الطبال، أهلا بك. رح أبدأ معك ندى، صباح الخير. صباح النور. ندى، صلحتي معنا، شفتي التقرير حول رأي البنات بالجمال، أنت شو رأيك بالجمال، مواصفات الجمال للبنت الجميلة؟ الجمال له عدة عوامل، ومنها جمال الشكل وجمال الروح وجمال الشخصية، فكل بنت لازم تكون عندها هاي الشخصيات فيها أو الصفات. أنت لا تنظري بس لجمال الشكل ندى؟ لا. هل سبق أنت وأصدقائك أو أنت ورفقاتك في المدرسة أو أصدقاء تحدثتوا بالجمال أو شو مواصفات البنت الجميلة؟
احنا اتكلمنا وكنا يعني بنهتم اكتر شيء بالاخلاق، ان احنا نكون منيح مع الناس بنكلمهم. نعم دكتورة رفيدة، مفهوم الجمال بالنسبة للبنات وخاصة في العمر الصغير، كيف يعني يرسم هذا المفهوم في أذهانهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي، الجمال حاجة أساسية وطبيعية في المرأة، والله تعالى وضع في طبيعة خلق المرأة الجمال وحب الجمال، وهذا شيء طبيعي بالطبع. بالنسبة للمجتمع، البنت مجرد بدأت بتتصوري أنه من عمر سنتين بتبدأ تفهم الجمال، بتاخده من أمها أو من أبوها في المجتمع في الأسرة اللي هي عايشته، أو حتى شيء من مكنون ذاته موجود في ذاته. أنا من كم يوم تفاجأت بنت ابني عمرها سنتين يدوب عم تعرف تحكي، بس ما تعرف تحكي منيح، فمامتها بتلبسها التنورة فبتقلها لا مو حلوة، هي يعني كلامها لسه مو واضح، لكن فأما لبستها يا هلا يا ماما حلوة، محاولة تقنعها وهي تقلها مو حلو، بعدين راحت على الغرفة الثانية شلحتها وما رضيت تلبسها. هذا شو بيدل على أنه الجمال من طبيعة المرأة، من طبيعة البنت. وظيفة الأهل بقى هون أنه يوجهوا هذا الجمال، فمن الطبيعي أنه المرأة تبحث عن الجمال، وهذا اللي جمال الحياة حتى في مجتمعاتنا، أمام نفسها، أمام زوجها، أمام الأولاد، أمام أصدقائها، أمام أصحابها في المجتمع، جميل أنه تكون تهتم بجمالها. لكن طبعا نحن حنتكلم كثير عن المواضيع أنه ما هو الجمال فقط متركز في جمال الجسد، جمال الشكل. أيوة الشكل، أنا بعطي مساحة محترمة لجمال الشكل، ولازم تهتم البنت في جمالها وفي جسدها، وكل هذا صحة بالحقيقة، يعني غير أنه جمال كمان صحة للجسم. لما بتبحث البنت عن ما هو الأجمل بالنسبة إلها من ناحية الصحية، ما هو الأفضل لجسدي أنا، ابحث عنه، فبهتم هون بحياتي الاجتماعية، بهتم بصحتي. هذا من ناحية، من ناحية تانية طبعا جمال الروح، جمال الأخلاق اللي هذا بنتكلم عنه. يمكن بكل الأحوال هو تبدأ من مهمة الأهل بالبداية، إذا عم قلك من بنت سنتين تبدأ تفهم معايير الجمال، مين اللي حيوجهها في هذا السن؟ أكيد أمها أو أبوها أو أختها أو أخوها اللي ملاصقين إلها في المجتمع، هي في البداية وجهوها على هذا الأساس. نعم أنتقل إليك دكتورة سهى، صباح الخير. في البداية، مفهوم الجمال أو إدراك الجمال، في أي عمر ممكن غرس هذا المفهوم أو الانتباه لهذا المفهوم عند البنات أو عند الأطفال؟ يعطيكم العافية. طبعاً ممكن تستغربوا أنه هذا الشيء ببلش من عمر كثير صغير، يعني من مرحلة الرضاعة يعني، والغرس المفهوم بيكون تحديدا بإشعار الطفل بالحب، بالاهتمام، بتلبية احتياجاته، فهو بيشعر من هو وصغير بأنه حدا مهم. هلأ هذا هو بداية تطوير تقدير الذات، يعني إحنا إذا عودنا الطفل من هو وصغير إنه إحنا بنستجيب لاحتياجاته وبنهتم فيه وبنقدر احتياجاته وبنلبيها، بنشعره بالحب، بنحضنه، بنبتسم له، بنقبله، هذا كلياته هو بداية إشعار الطفل بجماله الداخلي، خلينا نقول، أو بتقديره أو بالاهتمام فيه، وهذا يقود تدريجيا لتقدير الذات عند الطفل. هلا نحن بنعرف الجمال هو تركيبته من ثلاث شغلات بتصير، اللي هو الجمال اللي ربنا بيخلقه، جمال الخارجي، وكمان ربنا طبعا هو اللي يعني بموضوع الجمال الداخلي بشكل كثير كبير، بس احنا بنحكي الجمال الخارجي كخلقة رب العالمين هي رقم واحد. ثاني شيء انه نطور عند الطفل هذا كيف يحافظ على هذا الجمال من ناحية كيف ياكل صح، كيف يهتم بالرياضة من عمر كثير صغير بنزرعه فيه. وبعدين اللي هو تقدير الذات، يعني انا اذا الطفل مثل ما قلت لك لبينا احتياجاته من هو صغير حيبلش يحس انه حدا مهم، وهيك بتطور عنده مفهوم الجمال. هلا اذا الطفل افتقد لهذا الاهتمام او لهذا الحب او لهذه الرعايه، فبالتالي تقدير الذات بيكون ادنى
من غيره عنده. فبالتالي لما بيطلع للعالم الخارجي ببلش يبحث عن مفهوم الجمال اللي هو مفقود، بجرب. يعني احنا ما بنحكي فقط عن الفتيات، يعني حتى الاطفال الذكور مفهوم الجمال عندهم اللي هو صاحب العضلات المفتوله والقامه الممشوقه والى اخره. ف اذا ما اسسنا مفهوم الجمال من هو رضيع صغير وبلشنا نهتم فيه وبجماله الداخلي، رح يبحث عن مفهوم الجمال الخاطئ لما يكبر بطرق مختلفة، سواء كان الصورة النمطية اللي موجودة للشكل الخارجي في مجتمعنا أو عن طريق أصحابه كيف بيسمع منهم مفهوم الجمال. فالأساس إنه غرس التقدير الذات من مرحلة الطفولة المبكرة. طب دكتورة سهى، كيف يمكن للأهل أن يغرسوا في الأطفال معاني الجمال كما تفضلت، باعتبار هناك تفاوت بين الفتيات في نسب الجمال؟ كيف يمكن للأهل تحديدا من عمر صغير كما تفضلت أن يغرسوا بهم أن هذا ليس جمال الشكل فقط؟ هلا احنا دائما مثل ما قلت لك، إذا تعود الطفل يسمع ثناء على ما يقوم به مهما كان بسيط، يعني ما اجي اقول للطفل ليش جبت 9 من 10 بالرياضيات، لا، اقول له بالعكس انه انت جبت علامه كثير منيحه، بدنا نشد حيلنا عشان المرات الجايه نجيب احسن. ما اقارنه بغيره، اقارنه بنفسه، دائما مستوى التقدم اللي بتصير عنده. نبحث عن الشيء الموجود، ولنفترض انه هذا الطفل مثلا عنده صفات كثيره جيده، احنا للاسف لم نعتد بان نمدح الايجابيات اللي موجوده عند اطفالنا، احنا بس بننتبه للاطفال، بعض الاهالي بينتبهوا للاطفال وقت ما يعمل شيء غلط أو بيركز على الشيء السلبي عند الطفل. فإحنا ننطلق دائما من الموجود للمفقود. إذا الطفل هذا ذكي، إذا الطفل هذا عنده مهارات مرتفعة، إذا عنده ولنفترض موهبة معينة من عمر الصغر، ولتكن الرسم على سبيل المثال، إحنا نركز على القيم الجمالية مش الظاهرية فقط، لأنه للأسف الشديد التركيز على الشكل الخارجي خلق عنا أجيال، سوري أحكيها بهالكلمة، جزء منهم فاضي من جوا. يعني إحنا بدنا الجمال داخلي وخارجي يكون بالتركيز على الموجود داخليا. يعني إذا أنا من هو وصغير فقط بسمع الطفل إنه والله ليش مش طالع حلو مثل أخوه، كأيش مفهوم الجمال؟ إنه هذا أشقر وهذا أسمر، مفهوم الجمال إنه هذا أطول وهذا أقصر. مش هذا اللي أركز عليه، أركز على قدراته، إمكاناته، أمدحها، أنطلق دائما من الشيء الموجود عنده، أفكر دائما كيف إني يعني أبرز إيجابيات كل شخص من أفراد الأسرة. هذا كمان بينطبق على معلمات رياضة الأطفال، أنا ما أركز فقط على الطفل الشاطر بالروضة وأضلني أمدحه وهو المساعد تبعي ودائما قاعد جنبي وبحجري، لا، كل طفل موجود في الغرفة الصفية أو موجود داخل البيت أبحث عن إمكاناته وقدراته وأعززها وأمدحها وأبرزها. لأنه الطفل، يعني خلينا نكون واقعيين، في مرحلة المراهقة ليش في كثير من المراهقات بيتجهوا لموضوع المبالغة في إظهار المفاتن والملامح الخارجية؟ لأنه جزء كثير كبير منهم ما تعودوا ينمدحوا في بيوتهم، ما تعودوا على المحبة، على الاحتضان. للأسف بيمر علينا كمان كثير من حالات القاصرات اللي بعض الأحيان بيصير في نوع من الإساءات أو بيتمردوا على الأهل، بيكون مفقود مفهوم الحب ومفهوم الاحترام داخل المنزل، فهم بيبحثوا عنه في الخارج. فالأساس هاي، يعني أنا دائما بقول الأم مدرسة إذا عادتها عادت شعبا طيب الأعراقي. إذا الأم والأب في البيت تعودوا أنه يبرزوا ملامح الجمال، الطفل بيطلع البيئة الخارجية وهو مدفع بقيم الجمال الإيجابية. نعم. ونذكر مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة، ومعنا عبر الهاتف فوزية من مصر. صباح الخير فوزية. أيوة صباح النور، ازيكم؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، وأحييكم وأحيي حضرتك وأحيي القناة وضيفك الكرام. والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احنا لو تكلمنا عن جمال البنت يا أستاذة، بنتذكر قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. فبقول فطبعا والله حديث البنات في التقرير جدد فينا الأمل في بنات الوطن العربي. يعني أما عن زرع، مين اللي زرع بقى في ذهن البنات أنماط الجمال؟ فهو الفن الهابط ونجماته، ولا ننسى الأسرة والوالدين.
على قدر رؤيتي المتواضعة. دايما مديح البنت لا يكون فقط بمدح جمالها، طبعا أمدح فيها جمالها حتى لا تنتظر هذا المديح من الآخرين، أمدحه وأركز على أبرز مناطق الجمال فيها وكل حاجة، بس ما يكونش هو ده الحاجة، ما أقصرش مديحة على كده، لكن أمدح فيها السلوك، أمدح فيها الأخلاق، أمدح فيها العلم، أمدح فيها تفوقها، أمدح مهاراتها وقدراتها، فتكون شخصية متوازنة متكاملة واثقة من نفسها. وخاصة إذا كانت البنت كمان ليست على قدر كبير من الجمال، أعطيها ثقة أكثر في نفسها بأنها جميلة والأجمل قدراتها ومهاراتها وأخلاقها. ثم الأم بقى قدوة للبنت، إذا كانت الأم بتلهث وخلف الموضة وآخر صيحات الميك اب، طبعا هينتقل السلوك تلقائيا للبنت وتكون شخصية خاوية مظهر لدها. وربنا يا رب يجعل بناتنا كلهم من الصالحات ومن من يعني اللي هم مش بيتمسكوا بالجمال كمظهر فقط. شكرا لك سيدة فوزية على هذه المشاركة. أرجع لك ندى، إذا انتقلنا، أنت قلتي أنه الجمال ما هو بس جمال الشكل، طيب إذا أخذنا بالجمال الشكل، أنت بنظرك ما هو يعني صفات الجمال البنت الجميلة؟ ممكن تكون بشرتها بيضة، وأنا بفضل العيون السوداء مع الشعر الناعم الطويل، فيعني مواصفات تجمل البنت تخليها أجمل. دكتورة رفيدة، يعني لا لا يعني لا نستطيع ننكر تأثير الإعلام، تأثير الفن، تأثير حول السلوك أو مفاهيم هذا الجمال، كيف يمكن أن نتحاشى هذه الصور النمطية التي يرسمها الإعلام لنا ولبناتنا؟ بالطبع البحث عن الجمال هو هاجس كل فتاة وكل امرأة، حتى من يوم اللي بتخلق إلى يوم اللي بتموت وهي تبحث عن الجمال والأجمل، وهذا شيء كما قلت طبيعي وسليم في المرأة. لاحظتي أنه ندى جاوبت أنه الجمال بالنسبة لها تكون البشرة البيضة، العيون السود، الشعر السبل. نظر الجمال يختلف بالنظر من شخص لشخص ومن مجتمع لمجتمع، يمكن يكون تختلف. رأي آخر يكون عكس هال... طبعا لذلك عم لك ما في وحدة قياس موحدة هي اسمها الجمال وما عداها غير جميل، لا أبدا. يعني لاحظي البلاد الشقراء الشمالية تحب اللون الأسمر، أي بنت أوروبية أجنبية شقراء بتحب تتزوج من شاب أسمر أو أسود حتى، هذا شيء طبيعي لأنه دايما الإنسان يبحث عن الغريب عنه، فبنظرهم هو البشرة السمراء هي الأجمل. بالعكس تمام، طبعا البشرة السمراء بتحب تنظر إلى البشرة البيضاء وهذا شيء طبيعي تنوع. بحب نوه لفكرة أنه متى اللي تكلمت الأخت فوزية، وظيفة الأم والأب مع الطفل بالنسبة للجمال، طبعا إحنا مهما تكلمنا وهذا وظيفتنا أنه نحدثه عن جمال الروح وجمال الأخلاق وجمال التعامل وصفات الروح المرحة، هذا شيء بيطفي على الجسد الجمال الخارجي الجمال الروحي، لكن بكل الأحوال لازم نعزز ثقة البنت بجمالها الحقيقي اللي هي فيه. أهم شيء دايما تقولي لها أنت جميلة، أنت أجمل البنات. البنت بتحب تسمع هالكلمة، لما بتسمع كلمة أنا جميلة بتقتنع بجمالها مهما كان مستوى الجمال عندها، فدايما هالكلمة هي حلوة وأساسية للبنت. البنت دايما بتقارن نفسها بينها وبين إخواتها بين رفقاتها بين أمها بين خالاتها مثلا، ليش إن بعض الشخصيات أيضا التلفزيونية هذا موضوع تاني بقى، شوفي بقى هذا حندخله، لكن أنا حبيت بس أبدأ ضمن المحيط الأم اللي هون بتعزز في نفسها إلها تعزز ثقتها في هذه في نفسها. نيجي بقى المحيط الإعلام ومحيط الفن والوسائل اللي هي طاغت على كل شيء، عم تعطينا نموذج واحد للجمال وبتدفع كل الناس يعملوا مثل هذا الجمال. لاحظي أنه دراسة أمريكية أجريت على فتيات يعني دراسة أمريكية عمرهم 10 سنوات، بنات عمرهم 10 سنوات، طلع 81% من هؤلاء البنات والفتيات عاملين دايت في حياتهم اللي عمرها لسه 10 سنوات عملي دايت. في السويد عملوا أجروا هذه الدراسة من 7 سنوات 25% بنات عاملين دايت من أجل ياخدوا جسم باربي وياخدوا جسم الجينيفر وهذا الرشاقة المطلوبة. إحنا بقى دورنا دور البديل اللي بدنا نزرع في ذهن الفتاة أنه ليس هذا هو الجمال فقط. شوفي أنا مع الجمال
انه البنت معلي خليها تسعى ليكون جسمها رشيق وتكون تمارس الرياضه، ولكن لا يتحول الى هوس يتحول او إلى تقليد هوس لبعض الانماط. ايوه، ويصفى حياتها بقى كلها يعني تصوري بس بدنا نعمل عمليات تجميل وبس بدنا نبحث مين الاجمل وانه الانف الافضل وانه هذا الخطا في توجيه الجمال. لكن انا مع البنت انه تشوف انه الاجمل. ليه؟ لانه شبابنا عم يبحثوا عن هيك، عم يبحثوا عن الأجمل، بدهم الجسم النحيف، بدهم. طيب وإحنا ليش لا؟ مو غلط أبدا، بالعكس صحيا إنه يكون جسمك رشيق وتكوني نشيطة. أصلا يعني حتى في العبادات، أفضل العبادات بعد الفرائض شو؟ المشي، اللي هو الطواف، اللي هو أفضل العبادات بعد الفرائض. ليه؟ لأنه المشي هو بيعطيك صحة كاملة لجسمك وبيعطي بخليك نحيفة وبيخليك دايما مرنة في جسدك. فإحنا لازم نوجه البنت لاهتمام بالجمال الجسد اللي هو صح بالنسبة لها، واهتمام الثاني بجمال الروح وجمال الأخلاق. دعينا نأخذ رأي خبراء التجميل الذين يقومون بهذه التجميل. تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد خبيرة التجميل أمنية الشرقاوي. صباح الخير. أنتم متهمون بتقديم صورة نمطية للبنات. صباح النور، إزاي حضرتك؟ سيدة أمنية. ألو سيدة أمنية، كنت أسألك أنكم باعتباركم خبراء تجميل وأنت خبيرة تجميل متهمين بأنكم تقدمون صورة نمطية للفتيات وتسعى إليها دائما. صباح الخير الأول. صباح النور. والله بصي، أنا بالنسبة لي أنا الموضوع مختلف تماما. أنا تعلمت المكياج في مصر ودرست في مصر والموضوع مختلف تماما. إحنا عندنا للأسف المكياج دلوقتي عامة بقى في العرب أو في دول الخليج بقى عبارة عن هوس. يعني البنت ما ينفعش تصحى من النوم تنزل تروح شغلها، حتى لو نازلة رايحة نادي، حتى لو رايحة تتمشى، من غير ما تحط مكياج. أنا بالنسبة لي الموضوع ده خطأ تماما. أنا المكياج ليه مناسباته. يعني زي مثلا أنا عروسة، أنا معزومة على مناسبة، أنا معزومة على فرح، في الحاجات دي بحط مكياج، وبرضه لينا ليميت معين إن أنا أحط فيه. حضرتك دلوقتي تنزلي تروحي تشتري أي حاجة من أي مول تلاقي البنات حاطين فول ميك اب أكنها نازلة فرحها، مش أكنها نازلة تشتري حاجة أو تجيب حاجة ومروحة بيتها. فأنا بالنسبة لي والله الموضوع مختلف تماما. أنا مش يعني مش بقول للبنات لا لازم تحطي، لا تهتمي ببشرتها، تهتمي بنفسها، تهتمي بشكلها، بجسمها، لكن المكياج هو حاجة مكملة مش حاجة أساسية. نعم. طب هل حدث معك أن مرة يعني إحدى الفتيات الصغيرات أو بنت صغيرة طلبت منك أن تعدلي شكلها لتصبح شبيهة بموديل معين أو بإحدى النجمات أو ما إلى ذلك؟ الأمهات تقول لي حط البنت، يعني أنا من أسبوعين الأم طالبة أن أنا أحط لبنتها 7 سنين فول ميك اب برموج بفاونديشن بكل حاجة، وأنا اعترضت وقلت لها لا انا اسفه انا مش هحط. قالت لي لا انا بقول لك حطي، وانا فعلا قلت لها انا اسفه سامحيني انا مش هحط لها. دي بنت عندها 7 سنين بشرتها ما تستحملش اي حاجه من اللي بتتحط. معلومه، مهما كان المكياج غالي، مهما كان المكياج ماركه يقولوا لك كلها مواد طبيعيه، هي في الاول وفي الاخر برضو بتضر البشره لو حاجه بتتحط يوميه، لو على مناسبات وفترات متباعده ما فيش مشكله خالص. طبعا بيجي لي اطفال كتير جدا عايزه تطلع شبه ممثله، عايزه تطلع شبه موديل، لكن الملامح بتبقى مختلفه تماما. صعب انك تجيبي لي واحده ملامحها غير ملامح دي تماما وعايزه تطلع بنفس الشكل. يعني بتطلع بنفس ستايل المكياج. نعم. هل هنا دور للام كما تفضلتي في هذه الحاله وحالات اخرى طبعاً. دور للام وللاهل في رسم هذه الصوره امام البنات؟ طبعا، لان احنا امهاتنا في السن ده اصلا ما كناش بنقدر نحط حاجه في بشرتنا تماما. يعني احنا لما دخلنا الجامعه بس نحط ليبستيك ده حاجه يعني كبيره جدا ان احنا نعملها. لكن انا شايفه ان البنت شايفه امها 24 ساعه حاطه مكياج، رايحه المول حاطه مكياج، رايحه للدكتور حاطه مكياج، فهي بالنسبه ليها هي دي القدوه وهي بتعمل زيها. انا كمان عايزه اعمل زي ما انت بتعملي. لكن انا شايفاها يعني بصي انا خبيره مكياج وبحب المكياج جدا 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 جدا، بس في الاول وفي الاخر هو ليه مناسبته. نعم. طب برايك دكتور سيده امين، لماذا يعتقد البعض ان الاحتشام يتعارض مع الجمال؟ حاليا ساعات بيتعارض. لما تلاقي مثلا البنت حاطه مكياج اوفر جدا وشكلها ملفت جدا جدا جدا، انا كخبيره تجميل في بنات وانا نازله في الشارع ملفتين لنظري، انا كواحده ست هم ملفتين ليا جدا. انا ببص لها يعني ايه المكياج ده كله، وبيبقى شكلها جميل فعلا لان هي
متحولة تماما. يعني احنا عندنا المكياج المفروض ان هو بيحدد ملامح، مش برسم ملامح من اول وجديد، بشوف ايه الحلو ببينه وبشوف ايه العيوب بخفيها. لكن هو فعلا حاليا يعني مثلا تلاقي واحده محجبه او لابسه عبايه او اي حاجه، وحتى فول ميك اب، الناس ما بتبصش على اي حاجه غير على وشها. فهو حاليا فعلا هو مضاد للاحتشام، مش مع طبعا دي مش قاعده على الكل، مع البعض ما اقدرش اقول لك الكل كده، لكن مع البعض فعلا هو ملفت زياده عن اللزوم. طيب صورة البنت صاحبة الشعر المجعد أو البشرة السمراء، لماذا لا تملك وجها أو نصيب من عروض التجميل لدى خبراء التجميل؟ والله أنا واحدة من الناس، بالعكس أنا بحب البشرات السمراء أكتر من البيضة. إحنا عندنا في المكياج، يعني في المكياج لما تقدري تشتغلي على البشرة السمراء بتقدري تطلعي منها خطوط كتير، بتقدري تعملي عليها كذا لون كذا شكل، لكن البشره البيضاء بتيجي عند ليميت معين وما تقدريش انك تكملي عنده لان بيقلب بشكل وحش. فانا بالنسبه لي بالعكس انا بحب البشرات الصبرة، بحب الشعر المجعد، بحب في الاول وفي الاخر برضو احنا يعني كبلد خليجيه او بلد عرب احنا بنميل للبشره المخمليه مش للبشره البيضاء. فبالعكس انا بحب البشرات الصمرة بصراحه اكتر. نعم. بتبقى مريحه في الشغل كمان اكتر، وللبنات كمان على فكره بيبقى شكلهم جميل جدا، البنات الصغيره اللي شعرها كيرلي اللي شعرها مجعد مع بشرتها مع لونها، يعني بيبقى شكلهم جميل جدا. بس هو من للاسف ما بتقدريش انك تعملي، يعني بيبقى من الصعب انك بتلاقي مودلز انك تشتغلي عليهم بالمواصفات اللي حضرتك بتقوليها. نعم. السيدة أمنية الشرقاوي خبيرة التجميل كنت معنا عبر الهاتف من مدريد، شكرا جزيلا لك. وفاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود للتعرف كيف يتفاعل متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي مع موضوع حلقة اليوم، ابقوا معنا. ونتعرف معكم الآن على مجموعة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل عمر فياض. صباح الخير عمر. صباح الخير ميسون. لديك تعليقات حول هذا الموضوع؟ الكثير من التعليقات بالطبع وردت حول هذا الموضوع، عن إقبال ربما الفتيات في سن صغير على التفكير في كيفية التغيير من الشكل أو محاولة تتبع ربما بعض الفنانات أو بعض صيحات التجميل أو الموضة وما ذلك وما إلى ذلك. يعني أبدأ مع أسعد على الفيسبوك، يقول هو اضطراب نفسي لدى شخص يجعله مقتنعا بقبح شكله أو نقص الجمال فيه، وهو ما يدفعه إلى البحث عما يحسن من مظهره الخارجي، ويطلق عليه أو يطلق على هذه الحالة طبيا أنه مصاب بحالة إدمان الجراحات التجميلية. هذا مجمل ما يريد أن يوصله أسعد من هذا التعليق. نذهب إلى التالي من الآراء لعبد العزيز، يقول الفتيات لديهن هوس في أن الجمال يعني تبيض البشرة ولو أي حاجة، مع أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق في أحسن تقويم. نذهب إلى التالي من الآراء لهذا المشارك، يقول إن الله جميل يحب الجمال، إذن هو يؤيد ربما هذه الفكرة. أما عبد العزيز يقول المكياج وكريمات تبيض البشرة دمرت العالم المتخلف، هكذا وصف الذي يعتقد الجمال في اللون الأبيض. إذن هي أيضا زاوية ناقشتها الزميلة ميسون قبل الفاصل مباشرة مع الضيفة. أما أحمد عبد الله يقول عندنا مثل في اليمن يقول الجميل من حين يقوم من النوم والقبيح لو تصلح طول اليوم، إذن مثل ساخر. نذهب إلى التالي لخديجة، تقول مقاييس الجمال اختلفت خاصة في العالم العربي، الكل أصبح يبحث عن الجمال المصطنع في جميع أنحاء جسمه، وأحيانا يؤدي بالشخص إلى الموت كما حصل مع كثير من الفنانين. إذن الجوانب السلبية ربما مما ينتج عن البحث والدأب خلف عمليات التجميل. نانا تقول في هذا التعليق صراحة الشخص الذي لا يحب مظهره هو فاقد الثقة بالنفس رغم كل الجمال والأناقة والموضة لدى الفنانين، ذلك لا يجعلني أتشبه في أي شيء يمكنني أن أبدو جميلا رغم أنف أي شخص، كن جميلا مع نفسك دائما فالجمال في النفوس وهو أغلى بذلك. نذهب إلى التالي إذن من الآراء لهذه المشاركة، تقول قبل أن نقنع الفتيات يجب علينا إقناع القدوة وهم الأهل لتقبل أنفسهم وبناتهم كما هم الآن. الإنسان يتأثر بمحيطه، وكلما كان محيطه مهتم بالمظاهر أو بمظاهر الغير منطقية نجد عينات لاستنزاف الاقتصاد بأشياء تافهة كما تصف، لا ترقى في الفكر ولا حضارة المجتمعات
التي نعيش فيها. نذهب إلى التالي إذن لهذا المشارك أو هذه المشاركة، تقول: الطبيعة ما في أحلى منها في كل شيء فسبحان الخلاق. مصطفى خليل يقول: هذه نتائج العولمة والانفتاح على الحضارة الغربية، حيث تقبل مجتمع أو تقبلت مجتمعاتنا استيراد سلبياتها السهلة كتقليده في الملبس والعيش، ولكن يكون من الصعب علينا كشعوب أخذ ما عندهم من العلم والمثابرة والاجتهاد والدقة في المواعيد والانضباط في العمل والنظام. نذهب إذن إلى تويتر وما عليه من بعض التغريدات الواردة. هذا المشارك يقول: هناك ظاهرة غريبة في شباب اليوم يتساوى فيه الجنسين، انتشر الشبه بشكل كبير بين الجنسين، يعني تطابق ربما بعض حالات الموضة أو التجميل دخل فيها ربما إطار الشباب، يعني هي زاوية ربما تكون بعيدة قليلا عن هذه الحلقة وسيكون لها إن شاء الله حلقة خاصة. أما هذا المشارك يقول: هو مطلب البعض وليس كل الفتيات باعتقادي. أكتفي بهذا القدر، الأراء كانت كثيرة ولكن هذا القدر أعتقد أنه معبر عن مجمل ما أراد أن يقوله الجمهور. إليك بالفعل، شكرا لك عمر على كل هذه التعليقات. وبالعودة نتابع الآن أحد المقاطع المصورة والذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تحاول من خلاله فاطمة المتخصصة في فن المكياج تقديم معنى مختلف للجمال، وهو الجمال الداخلي. لنتابع معا. بالفعل فيديو شيق. دكتورة رفيدة، هذه النظرة عن الجمال، بعض البنات يرفضن تماما ملامحهن الأصلية أو الملامح الطبيعية، كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه المشكلة أو مع هذه؟ من البداية علينا أن نزرع هذه الثقة في نفس البنت. بالطبع كل خلق الله تعالى، والله يخلق ما يشاء، والتنوع في الخلق، فأنت جميلة بهذا الشكل، غيرك جميل في شكل آخر، غيرك جميل في شكل آخر، أهم شيء أنه هي تشعر في نفسها أنه هي جميلة. هذا هو الجمال، ليس الجمال هو ما عليه غيرها، الجمال اللي هي حاملته هي، هذا هو الجمال الحقيقي اللي الله رد لها. ثم أنه ما في مانع، بتقدر البنت تغير، بتقدر تحط مكياج، بتقدر تطور في نفسها، في جسدها، في صحتها، في نظرتها، وهذا مطلوب ومباح للمرأة، يعني مو خطأ، إنما ما توصل مثل ما قلنا لدرجة الهوس. لازم نحط في بالنا مثال دايما أمام عيننا أنه مين هو الجميل وكيف أنا بدي صير جميلة مثل مين. لاحظي انه ما هو هلا حسب التقرير انه اكثر شيء البشره البيضاء، الشعر الاشقر مثلا، هذا مو شرط يكون هو الجمال عند الكل. مثلا هلا انتشر المقطع، اذا شفتيه، ابن الملياردير الروسي اللي زوج ابنه وكلف عرسه مليار دولار، اغلى عرس في العالم، ما بعرف اذا شفتيه. فتصوري، هو ترك كل جميلات الروس اللي هنا بنظرنا هذول جميلات كثير وتزوج واحده مغربيه. احنا لو ننظر لها بنقول انسانه عاديه جدا، لكن اكيد هو شاف فيها جمال ما شافه بكل الشقراوات، يعني حسب الاذواق. نعم، هو اكيد شاف جمال الجسد وجمال الروح، جمال الروح اللي هو دائم ما بينقطع ما بينتهي. كثير من الرجال مثلا بيتزوجوا جميله وبنظر انه هذه هي اجمل الجميلات، ما في بعد سنه سنتين بينظر بيراها انه ابشع ما يمكن، وبيبحث على واحدة تانية قد ما تكون بأي مستوى من الجمال. ليه؟ لأنه نظر إلى جمال الروح وجمال الأخلاق، ما نظر فقط إلى الجسد. الشاعر كسير عزة بيقولوا أنه عزة ما كانت بهالجمال اللي دايما يوصفها فيه، فبيقول بيتي من الشعر، بيقول: ومشى إلي بعيب عزة نسوة، جعل الإله خدودهن نعالها. يعني هنا مو شايفين هالجمال اللي أنا شايفه. No. وشوفي شو دعا عليهم، انه ان شاء الله بشره خدهم، جلد خدهم يصير نعل لعزه. طيب، فاذا هو شايف الجمال. دعينا ناخذ راي الرجال في هذا الموضوع. ومعنا عبر الهاتف سعد من الكويت. صباح الخير سعد. اهلا وسهلا يا استاذه يا محترمه، وباختصار تحيه سلام وتحيه سلام لنص الكره الارضيه، ولكن يا استاذه الجمال جمال الخلق والادبي. الجمال جمال الخلق والادبي، ولكن يا استاذه ايضا ندين ونشتب تكميم افواه الاحرار الاوفياء، ولكن هناك جزئيه سيئه خلق يا استاذه، يعني مؤذيه لصحه البدن، يعني مؤذيه للشارع، للمنطقه، للمهنه، للعمل، يتصرف بعصبيه استفزازيه، يتعامله دون المستوى، يعني غير راقي. وتحياتي لكم وللبرنامج. شكرا لك سعد على هذه المشاركه. بالعوده اليك دكتوره سهى، من المسؤول برأيك عن رسم هذه الصور النمطية للجمال؟ هل الإعلام؟ هل الدمى؟ التقليد الأعمى ربما لبعض الشخصيات؟ من هو المسؤول برأيك؟
شوفي بالدرجة الأولى ما بنقدر ننفي إنه مقدمي الرعاية سواء كانوا من أهل أو من العاملين في رياض الأطفال بالحضانات اللي حوالين الأطفال لهم الدور الأكبر. يعني أنا لما أختار نوعية البرامج اللي بيحضروها أطفالي سواء الكرتون أو البرامج التلفزيونية اللي بيحضروها، إيش اللي بسمح لأولادي إنهم يشوفوه أو لأ، هذا بيلعب دور كتير كبير في البداية في رسم الملامح اللي بتجذب الطفل. الطفل ينجذب للشيء بطريقة مختلفة عنه. فبالتالي لما بتحكي عن الدمى، لما بنطلع بنشتري دمية نحن والأطفال مش بالمطلق نترك لهم الحرية. يعني فرضا أنا عجبني حوار دار بين أم وبنتها بدهم يشتروا لعبة، فهي بدها برنسس مثل البرنسس اللي بتطلع ببرامج التلفزيون. فالأم كانت تحاورها لتلها شفتي البرنسس مثلا رانيا الملكة، رانيا الملكة، الأميرة ديانا، كيت ميدلتون، بلشت توريها بالأميرات الحقيقيات إنه هدول كتير سمبل ولبسهم محتشم وجميل وهن جميلات بأفعالهم أكثر. يعني بغض النظر بدون مبالغة في المكياج أو بالشكل الخارجي. فبالتالي التركيز كان هون على الجمال، البساطة في الجمال، يعني كلهم جميلات ولكن ببساطة بدون مبالغة. فإحنا هذا الشيء لازم نوضح الحقيقة، وإنه اللي بيشوفوه في أفلام الكرتون وفي برامج الخيالية هذا مش واقعي. يعني حتى طريقة اللبس اللي بيلبسوها البرنسز هلأ في اللي هو تبع فروزن والبرامج اللي طالع هلأ أميرات ديزني وهذا الحكي اللي طالع بالوقت الحالي، نوضح لهم إنه هذا كان زمان لبس الأميرات ولبس الناس الأغنياء وفي القصور. هلأ الناس تميل إلى البساطة والجمال في البساطة وفي لطافة المظهر وبعدم المبالغة في الشكل الخارجي. فصراحة وجدت إنه الطفل كتير اقتنعت وراحت دورت على بيبي لحتى تشتري شكل بيبي صغير على دمية بسيطة. فبالتالي الحوار مطلوب إنه الأهالي يتثقفوا ويتوعوا كيف يقدروا يحاوروا أطفالهم ليقنعوهم بالمنطق. نعم، هذا من ناحية الإعلام، ولكن بعض الفتيات ضمن المدارس وضمن المجتمع المحيط بهن يتم غيرة البنات من أشكال بعض زميلاتهن وتقليدها، كيف يمكن التعاطي مع هذا الموضوع؟ ما هو برجع بقول لو في حوار بين الأم والبنت ما رح تدور البنت على مصدر خارجي للجمال. لو الأم من البداية بتأسس عند بنتها مفهوم الجمال ويتحدثنا يتحاورن مع بعض، يعني شو المشكلة إذا أنا قعدت والله أنا وبنتي وقعدنا نحكي في مفهوم الجمال عند أكثر من صورة موجودة عندي في مجلة في شغلة، أقول لها شوفي قصة هاي ما أجملها، قديش لطيف مكياجها، قديش بسيط أكثر للطبيعي، شوفي هاي كيف من عمر صغير. أنا مش بحكي عن أعمار كثير كبيرة، فأسس مفهوم الجمال بالبساطة أكثر من إني أترك المجال لغيرها. تماما زي ما بحكي أنا عن التربية الجنسية، تماما لما بحكي عن أي مفهوم، إذا ما كان في حوار داخل الأسرة الطفل حيذهب يبحث عن المعلومة من أقرانه، وقد تصله بطريقة خاطئة، حتصله بالطريقة اللي هم تربوا عليها مش بالطريقة اللي بتناسب عاداتي وتقاليدي أو الشيء الصحيح اللي بتناسب مع القيم المجتمعية أو مع الجمال الحقيقي. خلينا نقول فدائما الحوار ثم الحوار ثم الحوار مع الفتاة بالذات بين الأم والفتاة، والشاب بين الشاب أو الطفل الذكر بينه وبين أهله. هذا كثير مطلوب صراحة، وبرامج التوعية الوالدية بتسهم في دور كثير كبير إنهم يوعوا الأهالي كيف يتواصلوا مع أبنائهم بهذا الخصوص. نعم ندى، بدي اسالك انت، هل يعني مفهوم الجمال كما تفضلتي وحكيتي لي ببعض الملامح، هذا مفهوم الجمال منين قدرتي ان تكوني هي الصوره؟ هل من التلفزيون او من ماما، او كيف قدرتي تكوني هي الصوره عن جمال البنت؟ انا حبيت اني لما اشوف البنت تكون شكلها حلو فهي تفرح بشكلها والغير هيفرح فيها. مثل لما الإنسان بيحب يشوف إشياء حلوة بيبتهج مثل الزهور وهيك، فنحن بنحاول نخلي شكل البنت حلو بس ما يغيره من بعضهم. طيب شي مرة حاولتي تغيري بشكلك لتتقلدي بإحدى مثلا صاحباتك أو بشخصية تلفزيونية معينة؟ لا، أنا ما بحبش أغير من شكلي لأني أنا متقبلة كيف الله خلقني، والله يعني هو بده هيك.
طيب ندى، بنهاية هاي الحلقة، هل الفكرة عن الجمال عندك بعد الحديث اللي دار بيناتنا ترسخت أكثر بمفهومك عن الجمال؟ غيرتي نظرتك عن جمال البنت؟ طبعا، وفهمت أكثر إن البنت بأخلاقها بتخلي كل حدا يحبها، ولازم تكون واثقة بحالها عشان تعرف يعني وتفهم شو هو مفهوم الجمال، وهم ليهم الحق انهم يهتموا بجمال شكلهم لكن كمان يهتموا بالشخصية والروح. انت كمان ندى جميلة خارجا وداخلا. دكتورة رفيدة، تقييم مفهوم الجمال الأخلاق كما تفضلت ندى، كيف نستطيع ترسيخ هذا المفهوم أكثر لدى بناتنا؟ حلو الحلقة أنه نتشارك مع هالسن هذا، لأنه منتعلم إحنا من الأطفال دايما ومناخد من أفكارهم لنقدر إحنا ننطلق نعطيهم وبالفعل الجواب. وبالفعل بعمر مثل ندى يكون عندها هاي الأفكار على الجمال، فهذا حلو. يعني بالنسبة لي يعني ترسيخ فكرة الجمال، إحنا مهم نعطيهم أمثلة بالنجاح في الحياة. مين الإنسان الناجحة؟ خليني أجيب أمثلة عالمية، مثلا فلانة نجحت في حياتها، فلانة صارت رئيسة وزراء، فلانة صارت رئيسة دولة، هل جمالها اللي وصلها؟ لا، الجمال بيوصلهم بس إذا كان في عندهم مؤقت نجاح بفن معين أو بإعلام معين أو بدعاية معينة. يا ما ظهرت كتير من الجميلات بالمكياج وبالوسائل وبعدين اختفت، وين راحت؟ فالجمال وحده ما بيصنع شيء، إنما النجاح بيكون حسب الإرادة اللي هي عندها، حسب الذكاء والعلم والثقافة الموجودة عندها. لاحظي الأجنبيات ما بيهتموا بالمكياج، هلأ تحدثوا كتير عن المكياج أخواتنا، لكن الأجنبيات بالذات أنا عشت معهم وشفت حياتهم، ما ممكن يتفكر بالمكياج مثل ما بتفكروا المرأة العربية في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل مشوار وفي كل طلعة. لا، إله سهرات، إله لحظات معينة، لكن ما عندها الهوس الدائم. ليه؟ عندها هدف تشتغل في الحياة، عندها هدف تبرز، تنجح، تحقق شيء، إنجازات عظيمة في حياتها، وهذا كله ما له علاقة بالجمال، وهذا ما يجب أن نغرسه في بناتنا. أيضا وبهذا تنتهي حلقة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفتينا في الاستوديو، الخبيرة الاجتماعية الدكتورة رفيدة الحبش والطالبة ندى منصور، كما أشكر الدكتورة سهى الطبال التي انضمت إلينا عبر سكايب من الأردن، والسيدة أمنية الشرقاوي التي كانت معنا هاتفيا أيضا من إسبانيا. كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، ونرجو لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.